مساحتنا الحوارية الخاصة رح تكون بالطفولة، رح نتعرف فيها سوا على بعض الخطوات الصحيحة يلي بتساعد بتخفيف القلق والتوتر أثناء هاي الفترة الحساسة بالنسبة لكل الطلاب يلي هي فترة الامتحانات. كيف نحن فينا نوقف مع أطفالنا وندعمهم معنويا ونخفف عنهم هذا القلق والستريس يلي بيعيشوه خلال فترة الامتحان وما قبل الامتحان؟ أكيد كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها سوا مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الخير رندا. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية بنضل منقول يا حرام أولادنا، كورونا وعطلوا وقصص وزلزال و100 شغله فوق راس اولادنا، والدراسه هلا كثير صعبه، اصعب من ايامنا. فخلينا هيك نحكي، نحن كيف فينا ناسس ابننا يكون صاحب مسؤوليه بانه عنده هذا الكتاب، لازم يخلصه، لازم هو يكون صح بالامتحانات وريلاكس ايضا بنفس الوقت، يعني من هالظروف يلي عم تصير هلا دائما. اي عمر لازم نبلش؟ ايه هلا دائما نحن من هذا بتكون نظام حياه متكامل، بيبدا بالخطوات الاولى لما يبلش الطفل يفوت على دائره ثانيه غير دائرته المنزليه غير البيت. فهون بيصير في عنده مفهوم ثاني انه انا مو بس بدي اخذ الدعم من اهلي بالبيت او كون شخص مثالي قدامه، صار في عندي وسط اجتماعي اكبر، لازم كمان كون انا بيناتهم متميز ومحقق انجاز معين لحتى اكون مقبول من طرفهم ومقبول انا بشكل شخصي، يكون انا عندي قبول للذات. فمن هون ببلش هذا النوع من القلق اللي انا عم بقيس حالي ضمن مجموعه، قارن حالي ضمن الفئه العمريه اللي من نفس فئتي، شوف بشو هن بيتميزوا بشو انا ضعيف، كيف انا فيني استخدم او طور مهاراتي لحتى اقدر اتجاوز نقاط ضعفي. للاسف هون بيدخل القلق الاهل بالموضوع، فبصير مثل عدوى. بقول لهم انا حتى القلق بيكون وراثه يعني، فهو بيصير بيعدوا الاهل بيعدوا اطفالهم لما بيكون هاجس تبعهم انه انت لازم تجيب 10، وهو مثلا امكانياته ما بيقدر يكون عنده هذا لحتى يجيب هذا التحصيل المطلوب، او يكون مثلا هو بيقدر يحققه ولكن بطريقه ثانيه. هون بيصير هذا الصراع بين الاهل وبين الاطفال، وبيصير عن طريقه ببلش يصير في قلق بيبين اكثر بلحظات التقييم. لما انا هلا بعرف انا لهلا في ناس انه مجرد ما بلش يكون في بهي النظره انه انا بدي قيمك او اسالك سؤال، انه بشوفك اذا انت شاطر مثلا باللغه او انت شاطر مثلا بالحساب، حاعطيك مثلا رقمين اضرب لك اياهم اعطيني الرقم، فبتلاقي قد ما كان شاطر فجاه راح بيروح كل شيء، بيقولك خلص صار ذهني صفحه بيضاء. هلا هون هذا المؤشر الاساسي لانه انا في عندي قلق، لانه اي شخص او كون انا بوضع تقييمي حدا عم بيقيمني. من هون بتبلش بقى تتوسع الدائرة وننتقل لمشكلة أكبر للقلق الامتحاني. يعني هلا كثير صعب على الاهالي انهم يوازوا الوقت بين الفائده العلميه والدراسه وبين انهم يعطوا الطفل وقت لحتى يرتاح ووقت للتسليه، يعني قد ايه مهم انه كيف فينا نحن نوازن او الاهالي كيف فيهم يوازنوا بين وقت الراحه والتسليه ووقت الدراسه والفائده العلميه بحيث انه يستثمروا هذا الوقت بشكل صحيح. تماما، كثير حلو. وحتى لحتى هو يكون لما ماسك هالكتاب او هذا الوقت اللي مخصصه للدرس يكون بمحبه، ما بيكون بكره، او لحتى يفيق الصبح وقت يروح على مدرسته او اللي يروح على امتحانه يكون قايم بطريقه مرتاح فيها. هون نحن بنجي مثل وقت بكون انا عندي اي شيء صعب بحياتي، شو الحيله اللي بيستخدمها لحتى انا اتجاوزه؟ بجزئها. دائما اي مشكله بتواجهني او اي شغل عندي اي درس عندي كان صعب، فانا بجزئه او بحلله لمهام بسيطه. متى ما حللته لمهام بسيطه فانا صار عندي هذا بيكون نمط سلوك للحياه كامل، من البدايات من فئه الروضه، من وقت ما بيكون بالروضه لما انا بعلمه تنظيم الوقت، بعلمه انه انا اول ما بتجي عندك نص ساعه هي مثلا بس للدرس، بعدين عندك ساعه للعب، ما بتمسك مثلا العابك غير لتكون انجز هاي المهام. هذا التنظيم لما انا بجزئ
المطلوب مني بالامتحان النهائي اللي نحن دائما اكثر شيء بيواجهوه طلاب الجامعات، بقول لك خلص انزنقت اخر شيء ما عاد لحق، لان هو من الاساس ما عنده هذا التكنيك اللي هو قدران يجزئ مهامه. وكل يوم انا مثلا انجز صفحتين او كل يوم انا انجز فصل دراسي معين لحقه، هذا اللي بيصير فيه تراكمات، وهذا التراكم بيرافقه مزاحمة مع الوقت. فتنا بموضوع القلق، صار عنده شك بذاكرته، شك بتحصيله، هو قد ايه عم بيدرك المادة العلمية اللي عم يدرسها، سواء كان طالب ابتدائي ولا روضة ولا حتى طالب جامعة. حتى مهنيا لما تكوني عندك شغل وبدك تنجزيه تحضري له بطريقة معينة، إن كان مضغوطة بوقت معين، غالب في فئة شريحة واسعة ما بتقدر بيكون بشكل عندها هذا القلق، وبيصير في هذا الضغط بيعطيها سوء بالإنجاز أو بالنتائج. وفي يعني في فئة قليلة نادرة اللي هي ما بتشتغل تحت الضغط. نحن بنعرف إنه في ناس إنه تركيه لآخر لحظة بيعطيكي إنجاز صحيح، كأنه عم بيحضره من سنين. نعم رندا، يعني نحن أيمت هيك بدنا نصير يعني نعرف إنه مو شرط أولادنا يجيبوا العلامات التامة بالامتحانات، لأنه مثلاً هن بيبدعوا بالرسم، بالغناء، بالعزف، يعني في كتير أمور نحن لازم كمان نوجه أولادنا إنه يروحوا لهوايات. في كتير أشخاص بعد ما تخرجوا من الجامعات يمكن طب هن اتجهوا بغير اتجاه ونجحوا أكثر. خلينا هيك نعرف إنه كيف فينا نحن نكون أكثر واعيين، كيف فينا نعطي هاي المساحة لأولادنا بإنه هن يعملوا اللي بدهم إياه، يقدموا رغباتهم، ما تكون هي العلامة هي نتيجة قصاص أو نتيجة مدح لأطفالنا. هلا الفكرة إنه نحن دائما في عنا التوجه المهني التراثي اللي عنا، انه لازم خلص اول ما جبت عندي بيبي خلص حده يطلع دكتور. ما في مجال، فورا بيحددوا له مستقبله. فهن عندهم وجهه نظرهم انه اذا كان هي اعلى درجه مهنيه هي الطبيب، فهو ماديا حيكون باعلى درجه وكوضع اجتماعي رح بيكون باعلى درجه، ولكن بيتجاهلوا او ما بيصير عندهم ادراك لامكانيات الشاب والصبية او الطفل او مهاراتهم او قد ايه هن ميولهم قادر يحقق هذا الشيء او لا. ودائما بكل مهنه او بكل شيء في له كيان معين، له ابداعه وله منتجه وله مكانته الماديه والاجتماعيه. نحن هلأ بلشنا نطلع على هذا الشيء، هلأ بلشنا كأسر يقتنعوا فيه، صار نآمن بموضوع الفروق الفردية. بالأول ما كان كتير مطروح، كان دائما في مقارنات، شوف أخوك قد أشطر منك بالرياضيات، أنت بس شاطر بالرسم. يعني كان هذا الموضوع في تقليل من قيمة الطفل. هلأ لا، صار في وعي أكثر بالأسر الجديدة اللي عم نشوفها. بس هي عم تكون بس بالصيف، يعني بالشتوية عم يجبرون على الدراسة. إيه هلأ هون بيجي صار ما عاد مشكلة الأسرة، هون صار مشكلة النظام التعليمي. لما أنا كنظام تعليمي عندي بآخر السنة لازم يطلع واحد الأولي، فأنا صار عندي هذا التناحر، لأنه أنا بدي أجيب علامة كاملة ولو بشيء أنا ما بحبه ولو أنا مجبور أني أدرس فيه. هلأ هذا مغلط، لأنه هذا بالأخير نحن عم نغني ثقافة الطفل. ولكن إمتى بيكون غلط؟ لما بيكون في ضغط على الشخص، مو على أدائه. يعني الأداء لما بيكون في ضعف فيه فأنا بقدر عالجه، ولكن أنا أربط لأنك جبت 6 فأنا ما بحبك مثلا، أو لأنك جبت 7 فأنت رفقاتك ما حيلعبوا معك. عكس ما أنا مثلا أنه أنا بكافئه لأنه بالموسيقى هو مثلا صوته كتير حلو، بيعرف سوري يجيب النوتة كتير منيح، فأنا بكافئه هون بقول له أنت مثلا بس بالحساب شوي ضعيف، رح نتساعد لحتى نقدر نجيب العلامة المنيحة. لما كتير أطفال بتروح على البيت لك أنا ما لي جايب 10 من 10، ما تزعلي مني أنا جايب 8، فأول شغلة بتقول وين راحوا العلامتين؟
مع انه هي الثمانيه منيحه، يعني نحن ليه عم نربط انجاز الطفل مع انه بيكون باذل جهد اضعاف مضاعفه عن غيره؟ لينا نحن ما نحن بنقدر هذا الجهد اللي هو بذله ولو كان نتائجه مو المطلوبه، وبنحاول نشوف نقاط الضعف ونتداركها بطريقه انه نقدر نوازن انه طفلنا يكون بحياه صحيه جيده، ما يعيش هذا الضغط وينتقل لقلق بالامتحاني، وبنفس الوقت يكون قادر يواكب الظروف انه انا لازم احصل معدل معين لحتى ضل مكفي درسي ويكون في إلي مستقبل. صحيح، يعني حتى لو هو الطفل معوض بمواد تانية أو متفوق بمواد تانية، في مواد بتكون أساسية. يعني هلأ سمعوا الأهل كلمتك إنه نحن ننتبه على إنجازه بالعلامات العالية ومو مشكلة بالعلامات يلي ناقصة شوي، فهي ممكن تكون أساسية وممكن ترسبه للشخص بالعلامات. يعني هون أهم خصوصاً هلأ فترة امتحانات، أهمية المشاركة الأهل مع الطفل ودعمه. يعني تحسي إنه الأم على شوي تانية رح تروح تقدم الامتحان عن ابنها، بصير في مشاركة نوعاً ما خاطئة. عرفتي شلون؟ يعني بين دراسة، بين تسلية، بين أكل، بين نوم. خلينا نحكي عن هيك، نحدد نوعية المشاركة بين الأهل والطفل خصوصاً بهذا الوقت. هلأ الأسر أو الأمهات أنواع. في أم مثلاً تقول لك هلأ وقت الدرس، فهي معودته من هو صغير أنه أنت بتقعد بدك تدرس وأنا قاعدة ماسكت لك الكتاب وقاعدة جنبك. هذا كتير غلط، لأنه هون صار اتكالي، صار وصل لمراحل لبعدين ما عاد يقدر يدرس إلا ما حدا يدرسه ويحفظه. في نوع تاني من الأمهات أنه أنا عنا نحن هذا وقت الشغل، أنا هقعد بغرفتي أشتغل أنجز، أو أنا رح أجهز الطبخة مثلاً لمدة ساعة، أنت باي ساعة بدك تكون محضر هدول الدروس وأنا رح أنا حدوقك شو عملت وأنت كمان حسمع لك شو، يعني بشكل يقيموا لبعض بطريقة بسيطة. هذا كتير شيء صح، هذا كتير عطى استقلالية للطفل، بنفس الوقت عطى أنه هو لساته مراقب وتحت الوصاية وهالته، أنه لا أنا في عندي شيء لازم أنجزه وأدمه. في فئة من الأهالي اللي بتتركه أنه هو مرتاح، هو ساعته البيولوجية بتقول له يدرس بالليل، فبيتركوه مثلاً أنه خلص هو على راحته. صح هذا الشيء؟ هلأ في مثل ما قلت لك في فئة قليلة أنه هي لازم يكون في هدوء تام لحتى تنجز، ولكن هو ذروة الإنجاز والانتباه والعطاء هي بساعات الصباح الأولى. حلو أنا أعطيه مساحته، ولكن دائماً يضل تحت إشرافي. في أنا بالصدق بعرف أسر مثلك أنا ما بسأله شو عملت أو شو درست، هو منظم أموره. ولكن حلو من فترة لفترة يكون في تواصل مع المدرسة بهذا الموضوع، يكون في سؤال له من باب المشاركة مثل ما قلتي، مو من باب التحقيق شو عملت اليوم قد أخذت، لتكون مو هيك آخذ، يكون لا طريقة صياغة السؤال وطريقة الحديث بطريقة ألطف، وبس عن احنا عم نحكي شو عم بيصير بحياتنا مو كمراقبة. نعم رندا، بالختام خلينا كمان هيك نتوجه بنصيحة للأهالي المهملين. في كتير أطفال يمكن بيعتمدوا على الأنصات الخصوصي بالبيت، أمهم ما بتعرف شو عندهم، ما بتعرف شو متضمن منهاجهم، بعيد كل البعد عن الاهتمام بالناحية العلمية. كيف فينا نحن هيك نوجه لهم كلمة للأهل وبتلاقي بيجيبوا علامات أكثر من الأم المهتمة؟ يعني لا هيك ولا هيك، كيف هي المعادلة لازم هيك نحن للحقيقة مزلوب. لحسب ما أنا يعني بشوف بالشريحة واسعة جدا، المشكلة ما عم بتكون عند الأم لأنها هي مو متابعة ابنها بالدرس، بتكون المشكلة إنه الطفل ما له متقبل إنه والدته هي اللي تدرسه، بتقلك أنا له طمعة فيني أو أخذ وش علي، بحكم حنيتها وبحكم إنه دائما بتصايره أو إنه تعبان شوي يلا ارتاح نص ساعة، أو بحكم إنه هي ما بتعرف غير أطفال قدام الانتباه اللي لازم يقعد، فهو بيقدر تماما يضحك عليها وما يقعد الوقت المطلوب. لهيك أنا بشوف بينقل مع الموضوع إنه أنا بكل الأحوال ما عم بقدر تابعه، أصلا ما بيرد علي، فبجيب حدا لا يتابعه، وبنفس الوقت أنا بريح راسي. فهي دائما هي المعادلة اللي عم بيكون الطفل هو ما له متقبل إنه
والدته تعطي الدرس بحكم انه بغير بعيدا عن الدرس بالحياة بشكل عام هي ما عندها ثبات بقراراتها معه، ما عندها هالشخصية القيادية، عم تكون دائما هي الأم الحنون اللي هي عم تهتم وترعى أكثر ما إنها تربي تعمل كيان لشخصية للمستقبل وتشبعه بالمشاعر. تماما تماما، فعم بيكون هذا الموضوع اللي المحك الأساسي بموضوع إنه الطفل ما بيقبل هو أصلا أمه أو أبوه يدرسوا، بصير بيعذبهم كثير، ما بيقعد معهم، قدران يحتال عليهم ليقوم، فهون بتكون المشكلة. بنفس الوقت بتلاقي أهالي جدا صارمين وحازمين مع أطفالهم وما بيقبلوا حتى إنه حدا تاني يعلمهم أو يعطيهم دروسهم، وتلاقي الأطفال جدا متجاوبين معهم وفي رهبة قوية أكثر من رهبتهم من الأستاذ أو الأنسة أوقات، فبتلاقيهم هيك يعني في نوعين. بيرجع دائما بهذا بعيدا عن الدرس بيكون دائما بطبيعة العلاقة بين الأهل وأطفالهم، وبعدين بتنطبع على الدرس تماما. طبعا يعني هلا هون غلط وهون غلط، الحنية الزايدة غلط والحزم الصارم، عم التوازن بكل شيء تماما اكيد، وهذا شيء كثير صعب يعني خصوصا مع المعاملة مع الطفل، او اذا كان داخل على سن مراهقة بدك بلاوي لحتى تتفهمي معه. دائما اصعب شيء واصعب مهنة بقلهم التربية، انه واحد يربي ابنه هي اصعب شيء اكيد. بنتشكر وجودك معنا لليوم وعلى كل النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا لك. شكرا لكم.